السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اخيرا وجديد نزل جيل بريك، جيل بريك جديد يدعم تقريبا يدعم كل الاجهزه القديمه والجديده، مثل ايفون اكس، ايفون 8، وايضا ايفون 12، ايفون 14 وغيره. طبعا حتى يدعم الايبادات. اوكي، كيف تثبت هذا الجيل بريك؟ تقدر تثبت عن طريق ماك وويندوز وبدون مشاكل وتعقيدات. طبعا تحمل ملف IPA وتستخدم أي برنامج مثل شادلودلي، ألتستور وغيره من البرامج اللي يثبت ملفات IPA. بس تثبت هذا الملف IPA في ملف IPA للجيلبريك في الآيفون، وتفعل الجيلبريك بالطريقة العادية مثل جيلبريك إنكفر وتورين وأوديسي، مثل هذا الجيلبريك جدا سهل. أوكي، كيف تثبت هذا الجيلبريك؟ أي أجهزة ليدعم هذا الجيلبريك من أي إصدار لأي إصدار، كل هذه التفاصيل في الديسكريبشن. ادخل الديسكريبشن اقرأ هذا الموضوع كامل. أوكي، كيف تثبت الجيلبريك؟ كل ما عليك أنك تحمل ملف الاي بي اي من الرابط في الديسكريبشن، وايضا تحمل اي برنامج تثبت اي بي اي اللي هو مثل شات دودلي والتستور وغيره. بعد ما تثبت تحمل برنامج على الماك او ويندوز برنامج يثبت ملفات الاي بي اي، افتحنا باستخدم شات دودلي، احدد الملف الاي بي اي للجيلبريك بعد التحميل مباشره للبرنامج. اوكي، الحين كل ما عليك انك توصل كيبل الايفون بالماك او ويندوز. بعد ما توصل مباشرة راح الجهاز يتعرف، يعني مثل ما شفنا تم التعرف على ايفون، ناس بيشوفون جهازي ايفون اصدار اي او اس 16.3.1. اوكي، الحين حط ايميلك هنا. بعد ما تحط ايميلك حساب ابل اي دي اب ستور، اضغط على ستارت. اول ما تضغط على ستارت راح يطلب منك التحقق، راح يعطيك رمز هنا راح تحطه في البرنامج. مباشرة راح يثبت ملف الجيلبريك. اوكي، راح اضغط على ستارت. انا ما بيطلب مني لان انا سويته حققت من اول، تم توثيقي من اول مع البرنامج الايفون مع البرنامج. اوكي، الحين بعد ما اضغط على ستارت انتظر ثواني لين ما يثبت الجيلبريك. اوكي، مثل ما تشوفون الحين جاري تثبيت الجيلبريك. اوكي، مثل ما تشوفون 40% 50% تم التثبيت، خلاص هذا هو الجيلبريك تم التثبيت داون. الناس يشوفون مكتوب هنا داون، يعني تم التثبيت الجيلبريك. الحين لو تضغط على الجهاز راح بيطلب منك تفعيل وضع المتطور. الناس ما يشوفون يقول لك لازم تفعل وضع المتطور حتى تشغل الجهاز. اول شيء لحتى تحقق الشهاده، شهاده التطبيق، اول شيء تروح للاعدادات عام ثم عام، انزل لتحت هنا بتحصل إدارة الجهاز، اضغط إدارة الجهاز وثق الشهادة، اضغط على الوثوق. اوكي، الحين لما ضغطت على الوثوق ارجع 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 ارجع. اوكي، الحين لو تشغل البرنامج ما بيشتغل، لازم تفعل وضع المتطور، نمت المتطور. اوكي، الناس تروح للإعدادات تنزل على هذا الزر الخصوصية والأمان، انزل لآخر شيء بتحصل هني نمت المتطور. بعد ما تضغط على نمت المتطور اضغط على تفعيل، اضغط على إعادة تشغيل. أوكي، انتظر ثواني لين ما يسوي إعادة تشغيل للجهاز، ومبروك عليك الجيل بريك مقدما. أوكي، راح تنتظر لين ما يفتح الجهاز وبرجع لك. اوكي، بعد ما اشتغل الجهاز مثل ما تشوفون الحين تفتح الجهاز، تروح تفتح الجيل بريك. الحين هنا راح يظهر لك هذا الخيار تشغيل نمت المتطور، اضغط على تشغيل، يعني تشغيل نمت المتطور الخاص بالجيل بريك. اوكي، الحين الناس يشوفون هذا هو الجيل بريك، اضغط عليها خلاص تم تثبيت الجيل بريك. هذا هو الجيل بريك بوم. طبعا من يدعم هذا الجيل بريك من اي او اس 15 الى 16.6.1. الحين اضغط على جيل بريك. اوكي، الحين تريد تثبت سيلو ولا زيبرا؟ انا افضل سيلو لان احدث، اضغط على استمرار. الحين راح تنتظر لين ما يثبت الجيلبريك. اوكي، يعني يقول لك لازم تحط باسورد، اي باسورد، حاول انك ما تنساها، مثلا 1 2 3 1 2 3. يعني يقول لك احط ايضا باسورد 1 2 3 1 2 3، واضغط على 6 تفعيل. خلاص تم تفعيل الجيل بريك بالجهاز، مبروك عليك. بهذه الطريقه تم تثبيت السيلو وتفعيل الجيل بريك على الجهاز. وبس، هذا هو جيل بريك جديد، انصح الكل يجرب قبل. خلاص الحين الناس يشوفون تروح للسطح المكتب،
راح بتحصل سيلو، انتظر ثواني. اوكي طبعا الناس ما تشوفون، ابحثني عن سيلو، اكتب اس راح تظهر السيلو. اوكي راح تنقل هذا مباشرة الى سطح المكتب. خلاص تم تثبيت الجيل بريك مثل ما تشوفون سيلو، افتح سيلو ومبروك عليك الجيل بريك. اضغط على السماح، اضغط على موافق. ناس ما تشوفون كل شيء، سورسات وادوات، تقدر تحمل الادوات والسورسات والتطبيقات في البحث، اي شيء، كل شيء شغال 100%. تم تفعيل الجيل بريك وبس. هذا هو المقطع، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اكتب اي اسم اداه وحمل وبس. هذا هو، مع السلامه.